أحسن الله إليكم. مستمع للبرنامج من اليمن محافظة أبين له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: هل يجوز أن تخطضب، بل يقول: هل يجوز أن نخطضب بالخضاب الأسود فوق صبغة الشعر، وهل يمنع الوضوء إذا كان الجواب نعم، ما نصيحتكم لنساء يخطضبن به في هذا الزمان بكثرة؟ أولا، تغيير لون الشعر لا يجوز إلا في حالة ما إذا كان شيبا. الشيب يغير لكن بغير السواد الخالص، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، وتغيروا هذا الشيب وتجنبوا السواد، فيغير بدون السواد كالحنة والكتم غير ذلك من الألوان التي ليست من لون السواد الخالص. وأما غير الشيب فإنه لا يغير، لأنه لا داعي لتغييره لكونه على خلقته الجميلة وهو أسود من الأصل كما خلقه الله، فلا داعي لتغييره، لأن بعض النساء تغير لونها ليكون مثل لون الفرنجيات، هذا من التشبه، نسأل الله السلامة، هذا من التشبه بالكافرات، هذا من ناحية التغيير والتفصيل فيه. أما من ناحية وضع شيء على الرأس يمنع وصول الماء مع الوضوء والاغتسال إلى الرأس، إذا كان هذا الشيء يتجمد ولا يخترقه الماء ولا ينزل إلى الشعر فإنه لا يجوز، لأنه يمنع وصول الماء. كما إذا كان يتجمد هذا الشيء فوق الرأس ولا ينفذ منه الماء فهذا لا يجوز، لأنه يمنع الطهارة. أما إذا كان هذا الصباغ المأذون به شرعا لا يمنع الماء كالحنة والكتم والأنواع التي هي تغير الشيب ولا تمنع الماء فهذا لا بأس به. نعم.